نجم المغرب مدريدي بعرض ضخم، أغلى صفقة هذا الصيف، أهم لاعبين في ريال مدريد الموسم الماضي امبابي فينيسيوس جونيور وهذا المغربي. حلقة قوية جدا جدا جدا، لا ينقصها أي شيء إلا دعم حضراتكم بالضغط على زر اللايك وزر الاشتراك، ولا تنسى تفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا حتى يصلكم كل جديدنا وحصرياتنا فيما هو قادم. صحيفة ماركا الأسبانية أكدت بأن إدارة نادي ريال مدريد قطعت شوطا كبيرا مع إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل التعاقد مع أفضل ظهير أيمن في العالم أشرف حكيمي. أكدت صحيفة ماركا الأسبانية أيضا بأن إدارة نادي ريال مدريد أغرت إدارة باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي بمبلغ يفوق 80 مليون يورو من أجل إقناعهم بالتخلي عن أشرف حكيمي، ليصبح المغربي بهذا الرقم إذا تمت الصفقة بنجاح أغلى مدافع عبر تاريخ كرة القدم، وسيكون من أغلى صفقات هذا الميركاتو إن لم يكن أغلى. أيضا صحيفة ليكيب الفرنسية كشفت السر عن اقتراب موافقة ناصر الخليفي على بيع حكيمي للريال، حيث أن النجم المغربي يرفض تجديد تعاقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم المقبل مع النادي الفرنسي، وبالتالي ناصر الخليفي يريد بيعه هذا الصيف من أجل الاستفادة المادية وخوفا وخشية من خسارته بالمجان إذا استمر على قراره بعدم تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل. عقد حكيمي مع ريال مدريد سيمتد 5 سنوات قادمة. أشرف حكيمي من خلال استطلاع رأي أجرته صحيفة آس الأسبانية اليوم سيكون أهم ثالث لاعب في ريال مدريد بعد إمبابي وفينيسيوس جونيور.